بدأ القادة العرب ورؤساء الوفود المشاركين في قمة البحر الميت المزمع يعقدها غدا بالتوافد إلى الأردن، واستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية سيد فايز السراج والرئيس اليمني عبد رب منصور هادي. وسبق أن استقبل الملك عبد الله كل من رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح ونائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي لسلطنة عمان المبعوث الخاص للسلطان قابوس أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد، وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أول الواصلين إلى الأردن في زيارة تسبق القمة، وهي أول زيارة رسمية له إلى الأردن منذ توليه الحكم عام 2015. ويستضيف الأردن غدا الدورة 28 للقمة العربية العادية بعد اعتذار اليمن عن عدم استضافتها نظرا للأوضاع الأمنية والسياسية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عامين.